السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناة وصف دنسنا للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي من أروع الوصفات لتبييض اليدين وكذلك الأقدام باستخدام مكونات طبيعية 100%، ويمكنك استخدامها بشكل منتظم للحصول على نتائج رائعة، وهي أيادي بيضاء وأرجل بدون تشققات، وكذلك بيضاء خالية من التصبغات. كمكون أول في هذه الوصفة الرائعة لتبييض اليدين، ستحتاجين إلى زيت اللوز الحلو. فزيت اللوز الحلو من الزيوت الرائعة جدا والفعالة لتوحيد لون البشرة وكذلك لإزالة البقع الداكنة والتصبغات. زيت اللوز الحلو كذلك يحافظ على ليونة ورطوبة البشرة، ولهذا فهو رائع جدا لتبييض القدمين وترطيبهما. ستحتاجين كمقدار من زيت اللوز الحلو في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. أما المكون الثاني فهو زيت جنين القمح، فهذا الزيت رائع جدا جدا للتبييض والتنعيم وكذلك إزالة البقع وأيضا إزالة التشققات التي قد تعاني منها بعض السيدات في القدمين، وكذلك هو رائع جدا لترطيب الأقدام من أول استعمال. ستحتاجين كمقدار من زيت جنين القمح في هذه الوصفة الرائعة جدا لتبييض اليدين والأقدام إلى ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح. أما المكون الثالث فهو الليمون أو الحامض، فالليمون أو الحامض معروف عليه على أنه من المكونات الرائعة جدا التي تعمل على تبييض البشرة من أول استعمال، وكذلك تحافظ على الرطوبة والليونة للبشرة. ستحتاجين كمقدار من الليمون أو الحامض في هذه الوصفة إلى ربع كوب من الليمون أو الحامض. أما المكون الأخير في هذه الوصفة الفعالة جدا لتبييض اليدين والقدمين، ستحتاجين إلى القهوة أو البن. فالقهوة أو البن مفيدة جدا لإزالة الخلايا الميتة، بالإضافة إلى أنها تحفز الخلايا على النمو وكذلك تزيل الخلايا التالفة، ومما يعطيك بياض ناصع من أول استخدام لهذه الوصفة. يمكنك أيضا إضافة ملعقة من الملح أو السكر في هذه الوصفة لإعطاء نتيجة أحسن وأفضل وسريعة من أول استعمال. ستلاحظين نتائج رائعة جدا للتبييض والتنعيم اليدين وكذلك الأقدام. ستحتاجين كمقدار من القهوة أو البن في هذه الوصفة إلى 2 معالق كبيرة من القهوة أو البن. بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بترطيب وتنعيم وتبييض اليدين والقدمين، نمر الآن عزيزتي للتعرف على طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناسمان، فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو لتشجيعي على إعطاء المزيد من الوصفات الطبيعية مع وضع تعليق جميل، أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا. أما فيما يتعلق بطريقة استخدام الوصفة وطريقة التحضير فهي جد سهلة وبسيطة. في إناء تضعين فيه القهوة أو البن وكذلك عصير الليمون أو الحامض، بالإضافة إلى زيت جنين القمح وزيت اللوز الحلو. تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس، وبعد ذلك تقومين بتوزيع هذه الوصفة أو الخلطة على اليدين بالكامل مع التركيز على هذه المناطق وفركها جيدا باستخدام هذه الخلطة للتخلص نهائيا من السواد الذي يكون في هذه المناطق وهذه كذلك. وتكررين هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، فهي رائعة جدا جدا وفعالة لتوحيد لون اليدين وكذلك التخلص من التشققات وأيضا علاج مشكل خشونة القدمين.
أما فيما يخص طريقة استخدام هذه الوصفة للتخلص من التشققات عفوا وأيضا تنعيم وترطيب القدمين، فكل ما عليك هو عمل تدليك أو مساج للأقدام باستخدام هذه الوصفة وتتركينها لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك تقومين بغسلها بالماء الفاتر، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة تقومين بترطيب اليدين والأقدام كذلك باستخدام زيت اللوز الحلو أو الفازلين أو زيت الزيتون أو أي كريم لديك تقومين باستخدامه لترطيب اليوم. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم، شكرا عزيزتي على المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. صلوا 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 على رسول الله. السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناة وصفة نسمة للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي من أروع الوصفات لتبييض اليدين وكذلك الأقدام باستخدام مكونات طبيعية 100%، ويمكنك استخدامها بشكل منتظم للحصول على نتائج رائعة، وهي أيادي بيضاء وأرجل بدون تشققات وكذلك بيضاء خالية من التصبغات. كمكون أول في هذه الوصفة الرائعة لتبييض اليدين ستحتاجين إلى زيت اللوز الحلو. فزيت اللوز الحلو من الزيوت الرائعة جدا والفعالة لتوحيد لون البشرة وكذلك لإزالة البقع الداكنة والتصبغات. زيت اللوز الحلو كذلك يحافظ على ليونة ورطوبة البشرة، ولهذا فهو رائع جدا لتبييض القدمين وترطيبهما. ستحتاجين كمقدار من زيت اللوز الحلو في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. أما المكون الثاني فهو زيت جنين القمح، فهذا الزيت رائع جدا جدا للتبييض والتنعيم وكذلك إزالة البقع وأيضا إزالة التشققات التي قد تعاني منها بعض السيدات في القدمين، وكذلك هو رائع جدا لترطيب الأقدام من أول استعمال. ستحتاجين كمقدار من زيت جنين القمح في هذه الوصفة الرائعة جدا لتبييض اليدين والأقدام إلى ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح. أما المكون الثالث فهو الليمون أو الحامض، فالليمون أو الحامض معروف عليه على أنه من المكونات الرائعة جدا التي تعمل على تبييض البشرة من أول استعمال، وكذلك تحافظ على الرطوبة والليونة للبشرة. ستحتاجين كمقدار من الليمون أو الحامض في هذه الوصفة إلى ربع كوب من الليمون أو الحامض. أما المكون الأخير في هذه الوصفة الفعالة جدا لتبييض اليدين والقدمين، ستحتاجين إلى القهوة أو البن. فالقهوة أو البن مفيدة جدا لإزالة الخلايا الميتة، بالإضافة إلى أنها تحفز الخلايا على النمو وكذلك تزيل الخلايا التالفة، ومما يعطيك بياض ناصع من أول استخدام لهذه الوصفة. يمكنك أيضا إضافة ملعقة من الملح أو السكر في هذه الوصفة لإعطاء نتيجة أحسن وأفضل وسريعة من أول استعمال. ستلاحظين نتائج رائعة جدا للتبييض والتنعيم اليدين وكذلك الأقدام. ستحتاجين كمقدار من القهوة أو البن في هذه الوصفة إلى 2 معالق كبيرة من القهوة أو البن. بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بترطيب وتنعيم وتبييض اليدين والقدمين، نمر الآن عزيزتي للتعرف على طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة نسمان، فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو لتشجيعي على إعطاء المزيد من الوصفات الطبيعية مع وضع تعليق جميل، أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا.
أما فيما يتعلق بطريقة استخدام الوصفة وطريقة التحضير فهي جد سهلة وبسيطة. في إناء تضعين فيه القهوة أو البن وكذلك عصير الليمون أو الحامض بالإضافة إلى زيت جنين القمح وزيت اللوز الحلو. تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس، وبعد ذلك تقومين بتوزيع هذه الوصفة أو الخلطة على اليدين بالكامل مع التركيز على هذه المناطق وفركها جيدا باستخدام هذه الخلطة للتخلص نهائيا من السواد الذي يكون في هذه المناطق وهذه كذلك. وتكررين هذه الوصفة مرتين في الأسبوع فهي رائعة جدا جدا وفعالة لتوحيد لون اليدين وكذلك التخلص من التشققات وأيضا علاج مشكل خشونة القدمين. أما فيما يخص طريقة استخدام هذه الوصفة للتخلص من التشققات عفوا وأيضا تنعيم وترطيب القدمين، فكل ما عليك هو عمل تدليك أو مساج للأقدام باستخدام هذه الوصفة وتتركينها لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك تقومين بغسلها بالماء الفاتر، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة تقومين بترطيب اليدين والأقدام كذلك باستخدام زيت اللوز الحلو أو الفازلين أو زيت الزيتون أو أي كريم لديك تقومين باستخدامه لترطيب اليوم. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. شكرا عزيزتي على المتابعة، دمت في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.